عندنا لقاء خاص للقناة الرياضية السعودية، زميلنا عبد العزيز الحميد عمل لقاء جميل مع القبقب اللي هو عميد المشجعين الكويتيين ومن أقدم المشجعين في منطقة الخليج، كان يتحدث فيه عن الذكريات وعن هذه البطولة بشكل مفصل وأيضا عن طريقة تشجيع للمنتخب الكويتي. نتابع اللقاء الخاص ثم نعود. والله صراحة من عقب سنتين أو سنتين ونص فرحنا لما سمعنا الكرة الكويتية ردت عادت، لأن الكرة الكويتية تعطي حلاوة حق الفرق الخليجية وتعطي حق العالم. يعني فريق الكويت معروف قبل، معروف عنه أيام داسم والدخيل، وهذا كان فريق كان ممتاز. كان الآن صارت شوي مشاكل، أنا أقول لك صراحة بالكويت المفروض مثل ما قلت لك المفروض يخلصونا من المشاكل خلاص. عاد الجمهور ما عاد يفكر في مشاكل، الجمهور عاد يفكر في كرة قدم، يبي حب. شوف الاستاد انترس، شفته افتتاح 60,000، وأمس يو 60,000، قالوا يقلون الجمهور، الجمهور بل يزيد ما يقل. جمهور حبه حق الكرة، حبه حق أخوانا الخليجيين اللي حضروا، وإحنا نرحب فيكم كلكم ونحطكم على رأسنا، وانتو ناس إحنا نحبكم والله. أنا واحد من رابطة المشجعين ما أنسى فضل السعودية علينا والله، ولا أنسى أي واحد عليه فضله. أنا أقول لك إياها، عندك من مشجعينكم القرني الله يذكره بالخير، القرني مال الاتحاد، وهذول هاي ربعي ترى والله، ورابطة السعودية. حضر الاستاد جابر كان مليان جمهور في المباراة الأولى والثانية للكويت، لكن بصراحة كنا مفتقدينك. والله شوف الافتقاد، أنا قلبي ويا دولتي، أنا ما أتبع شخص، ما أتبع ناس، أتبع دولة وطن. يعني لما أي إذا صاحي طبعا الدكاترة، أنا صارت فيني جلطة طال عمرك، وقالوا لي لا تشجع، إذا شجعت تطيح، ما بعدين ما من يفيدك. وفعلا أنا قاعد، ولكن حبي لفريقي أنا وياهم قلبا وقالبا، والموجودين فيهم بركة. الحين بقول لك ماجد عبد الله بيرجع الحين يلعب المنتخب السعودي، أو جاسم يعقوب يرجع؟ ما يرجع خلاص، اعتزلوا. وإحنا بعد لنا سن معين، وبعد مو مثل أول نشاط وهذا تدري، وإحنا حاضرين حق البلد الكويت وأي بلد، ولكم وحق غيركم بعد. والله أنا بالمباريات مرة قاعد طق طبل وإحنا فايدين، وواحد من ربع تحتي واقف ورايحين تشجيع ويبنى قول ما يو، وأنا طق على رأس الريال عبالي الطبل، قام يضحكون قال شنو هاي راسي هاي راسي. أكيد قلبك الآن مشتاق لحضور المباريات للمتابعة، وانت تتابع عبر التلفزيون، يعني ما تخنق لك العبره وتقول والله ودي اني الام معاهم في المدرجات؟ والله انا تخنقني العبره صراحه حق بلدي تخنقني، ولكن شوف المنتخب الان انا اقولها صراحه وعباره، منتخب ما مو ذاك المنتخب يعني اللي قبلي، مو ما يونس، ماكو لعب كره، ماكو سرعه لعب، كانهم بطيئين، كانوا ما شلون، انت شايف اول لعبه شلون، شايف اول لعبه تشكيل مدرب بشكل غلط، هذا شكل كل واحد يحط لاعبين على كيفه، يعني ما يصير كرة القدم يبي لها ترتيب. الدوري عندنا في الكويت دوري فاشل، بس نادي واحد هو اللي المنافس والبادي يلعبون كذي بس. تصدق ان فريق الكويت من اول لعبتين يطلع برا؟ يعني هل معقول يعقل فريق 10 مرات ماخذ الكاس او كذا كاس خذا دولة الخليج؟ لأن ليش ما في عمل، ما في شيء اسمه صح، ما نسقه، وقف عندنا صحيح، وقف هذا الفيفا وقفنا، ولكن ما اشتغلوا. انت تسوي لك فريق صغار بعد خلاص، هذول كبار في فريقنا، صاروا كبار فيهم ناس لازم يعتذرون، جزاهم الله خير ما قصروا. الحين اسكم فريق صغير عشان بالمستقبل ممكن هذه ترد الرياضة، نشوف الحين ردت وتوهقوا، قالوا ما عندنا فريق. زين ليش من أول ما تأسسون فريق خلونا ستاند باي حق الحجز هذا؟ طمني على صحتك. والله صحتي
تعبان شوي بس ولكن انا في خدمتكم والله يا بخدمتكم. انت ما قصرت لكن صح ابغاك تطمني على صحتك وهل لقيت التكريم والوقوف بجانبك؟ والله انا حكومتنا ما تقصر، حضر صاحب السمو امير البلاد ما قصر ولا عهد الامين وكلكم ما تقصرون واي حكومات ما تقصر وياي. الامارات سووا لقاء وياي ما قصروا. طيب خل بسالك يعني الاتحاد الكويتي كرمك؟ اهتم فيك؟ والله الاتحاد الكويتي احنا ما كرمنا لا الحين حتى بصراحه لا ايام فهد الاحمد بس الشهيد يوم كان موجود يشيل بروحه يشيل التليفون يقول لنا تعالوا ابيكم بالاتحاد اليوم مو الحين. الحين ما حد يسال عنك ولا يسال عنك ويقول لك سلام عليكم شكرا ماكو. احنا ما انا قلت لك اياها انا ما لي شغل باي شخص انا علي من وطن انا ما افكر برا البيت في كيفهم اللي يبي يلحق الفلان هذا زين وانا وياك وهذا مو وياك انا ما عندي هالشغله. انا ريال مصدق قديم انا علي من البلد اشتغل حق الكويت ما اشتغل حق ناس عرفت شلون؟ هذا البلد اللي جابتني انا فيه بس. الله يعطيك الصحة والعافية. العافية وأنا أشكركم على هذا اللقاء وهذا مو شيء قريب علينا من الملكة وتقابلونا وأنا أشكركم جدا جدا وأنا كلكم على راسي والله العظيم.